السلام عليكم طلاب صف خامس. اليوم الدرس الثاني من الوحدة الخامسة العقيدة الإسلامية أسماء الله الحسنى. مثل ما ذكرنا سابقا قلنا أسماء الله الحسنى كثيرة جدا جدا، اللي تم عدها وإحصائها من القرآن الكريم فقط 99 اسم بالإضافة إلى اسم الله سبحانه وتعالى. يعني الشيوخ وعلماء الدين أحصوا أو عدوا أو استخرجوا أسماء الله الحسنى من القرآن، لقوها 99 اسم، ضافوا لها اسم الله تعالى صارت 100. بس يقال إنه هي أسماء الله الحسنى أكثر فأكثر اللي ما موجودة عندنا. خلينا نشوف الأسماء اللي نعطيكم إياها، عدد من الأسماء. أول اسم هو الملك. الملك أنت راح تقدر تتخيل شنو معناه. إن من أسماء الله الحسنى الملك، لذلك يقول الله تعالى لنا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. صدق الله. إذن أخذونا أول اسم الملك، معناها الله خالق كل شيء، يملك كل شيء، هو الملك على الأرض والسماوات والناس وما يملك الناس وما موجود على الأرض من نباتات ومن حيوانات، وهو يملك الإرادة في تحريك أي شيء وتغيير أي شيء، ما حد عنده هاي القدرة نفسها. الودود. الودود من أسماء الله الحسنى. الودود وهو المحب، الله سبحانه وتعالى يحب خلقه ويحب الخير لهم ودائما يوصل لهم خير، بس بعض الناس أحيانا تفكر غلط أو تعتقد أنه هو هذا الشر. خلينا نشوف الآية القرآنية اللي استخرجوا منها كلمة اسم الله الودود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. صدق الله العظيم. إذا اسم الله ودود من أسماء الله الحسنى. إننا نحب الله لأن أنعم علينا النعم الكثير، حتى اللي عايشين في كبد ومشقة مثل ما قلنا بالسورة هم عارفين نعم الله كثيرة، أبسط شيء جسمنا شكلنا لا تعد ولا تحصى. خلينا نشوف الاسم الآخر اللي خلونا إياه، المنتقم من أسماء الله الحسنى. المنتقم، ومعنى المنتقم شوفوا، يكره الشر والجريمة. لا يروح دماغكم المنتقم يعني أنتقم من البشر أرجع. انتبه، انتو دائما نقول راح انتقم، ان تقول انتقم انتو دائما بيناتكم ان واحد اذاك تريد ترجع له الاذيه. لا، اسم المنتقم باسماء الله الحسنى الى معنى اخر، هذا احنا ما علينا من التسميات اللي بيناتنا بالعاميه. يكره الشر والجريمه والكفر والظلم والفساد، يعاقب المجرمين والظالمين، وكذا ما راح يترك واحد مؤذي الا ينطيه عقوبه، وطبعا راح ينحسب له سيئات، لأن اللي يقوم بالجريمة بالظلم إذن هو ما مهتم بوجود رب العالمين، صح؟ رابعاً المؤمن من أسماء الله الحسنى المؤمن. المؤمن لأن الله مصدر الأمن والأمان. شوف المؤمن، مؤمن ما نقصد بها على الإيمان، من تقول على الإنسان هذا مؤمن وهذا لا، مصدر الأمن والأمان. الأمن الإحساس بالراحة، الإحساس بالأمان، أنه أنا ماكو شيء راح يأذي، هو المصدر. إلا كل الناس اللي إيمانها نقول قوي برب العالمين وبقدرة رب العالمين إنه هو يحفظها من كل شيء، تلقوهم حاسين بأمان، حاسين براحة. حتى لو تقول لا الوضع مو زين، أكو فشي، أكو ناس خايفة مرعوبة، لا، وأكو ناس هي مطمئنة لأن إيمانها برب العالمين قوي، إنه هو موفر لها الأمان، إنه هو مصدر الأمان. فأني بدنا أستمر بالدعاء واستمر بقراءة بالصلاة ماجي وبالصالحات اللي أقوم بيها وبالصدقات وبإطعام المساكين، رب العالمين حيحوطني بالأمان المستمر. وأكيد الله سبحانه وتعالى الأغلبية خاصة اللي يذكروه دائما، ما راح نقول المجرمين، محافظ عليهم بالأمان. اسم الوهاب من أسماء الله الحسنى الوهاب، معناها سبحانه وتعالى كثير، مصدر الخير والعطاء، هو اللي يرزق الناس كلهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. صدق الله العظيم. هو الذي يعطي كل شيء في هذه الحياة، هو اللي ينطينا الحياة وينطي القوة، يشوفون الإنسان يكبر ويقبر، يشوفون النباتات تكبر، الزهور تظهر،
نطانا السمع، نطانا البصر، نطانا الحواس الخمسة، نطانا القدرة على التفكير، على العمل، يعني نطانا مختلفين عن الحيوانات، ورزقنا الحيوانات المختلفة كرزق طعام، ورزقنا النباتات المختلفة كطعام، ورزقنا نباتات منظر وفائدة، وحيوانات أيضا منظر. فمن كل النعم صعب واحد ما يشكر رب العالمين على هذا العطاء. من أسماء الله الأخرى الشكور، الشكور بسم الله الرحمن الرحيم، والله شكور حليم، معناها يشكر الله الناس على أفعالهم الخيرة وطاعتهم. يعني إيش قد أنت تسوي أفعال خيرة وصالحات وترزق الناس، رب العالمين شكور لك، شكور لك، ما راح يجي يقول لك شكرا، لا، راح يقوم هو يرزقك بالمقابل، ينطيك مثل ما انت تتحرك بالصالحات، يحوطك بالصالحات، يضاعف لك الحسنات اكثر فاكثر. احنا قايلين الحسنات تضاعف بعشرة الى السيئات، لا. هنا اذكر ستة من اسماء الله الحسنى، هي نفسها راح نذكرها. ما معنى الملك؟ قلنا هو الذي يملك كل شيء، هو ملك كل شيء. الودود، قلنا المحب. المنتقم، الذي لا يقبل الشر والجريمة. المؤمن، هو مصدر الأمان والراحة. الوهاب، العاطي كثير الخير. الشكور، الذي يشكر عباده ويقومون بالصالحات. واجبنا اليوم فقط كتابة أسئلة وحلول المناقشة، ونحفظ المعاني مال كل اسم، اللي هي حتكون قصيرة أرسل لكم إياها بالورقة المرفقة إن شاء الله. السلام عليكم.